شغل على مادي وسبيتال 22 سنه اشتغلت في المستشفى هنا. طبعا مش عشان عجزت ولا احنا صار ان بصراحه عمر هي سنوات كانت فتره مثمره جدا. انا عثرت تاسيس مستشفى الامان جدا لانه بيئه العمل. انا بدات امل في المستشفى مادي في اكتوبر 2009. We love being here and we are very thankful to Dr. Mahdi. انا اول واحد اشتغلت في المستشفى هنا. طبعا مش عشان عجزت ولا حاجه، لا، هو بس الخبره والسنين بتجري سنه ورا سنه، وما شاء الله الاسره عندي في سعاده وانا عندي اولاد، وما شاء الله اللي دخل المدرسه واللي دخل الكليه واللي اتخرج واللي اتجوز من سنه لسنه، والايام بتجري وفي سعاده، وربنا يديمها على الناس جميعا وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. في الحقيقة أنا عاصرت تأسيس مستشفى العمادي، يعني بقالي سنين طويلة بشتغل فيها، وفعلا مش ممكن كنت أكمل كل الوقت ده إلا لأني حاسة بالانتماء الفعلي، منتهى الحب منتهى التشجيع، فعلا بحس إن أنا في وسط أسرتي. أنا شغل على مادي وسبيتال 22 سنة. يونس عمر، إحنا صار لنا بصراحة عمر في مستشفى العمادي، والمكان يعني نحسه مو بس مكان عمل، وإنما صار بينا ارتباط شبه أسري أو أسري، خلينا نقول أكثر وقتنا نقضي هنا. صحيح؟ صحيح طبعاً. الانتماء للمستشفى باعتبارنا اثنين جراحين ممكن نقضي ساعات كثير طويلة خلال اليوم بالمستشفى، وهذا الشيء يزيد مع بعض طبعاً يزيد الرابط أكيد. أنا بدأت أمل في المستشفى عمادي في أكتوبر 2009. شغلي مشرف عام ومن زمان مال عمادي، هم يعرفوني وأنا أعرفهم من زمان، أنا بحب الناس يعني بخدم الناس والناس كله يعرفوني في هالمستشفى. الحقيقة أنا بقالي 5 سنوات في المستشفى هنا. الحقيقة سنوات كانت فترة مثمرة جدا في حياتي العملية. شرفت بالعمل مع مجموعة رائعة من الزملاء، والحقيقة أعتبرها من الفترات الإيجابية جدا في حياتي. Me and Suma, we work together at Al Imadi Hospital since day one with Dr. Muhammad Al Imadi. We love being here and we are very thankful to Dr. Imadi and family. أنا ليا 5 سنين بشتغل في مستشفى العمادي، وفي الحقيقة أنا سعيد جدا لأنه بيئة العمل طيبة جدا، ما في ضغوطات على أي إنسان بيشتغل هنا، والزملاء والإدارة كلهم كالأخوان يعني، وكل واحد بيشعر إنه بيشتغل في مستشفاه، وأهم حاجة في العمل إن البيئة تكون يعني فريندلي، وكل واحد بيشتغل على راحته بدون ضغوطات. وده وجدته في العمادي على اساس انا سعيد جدا، واتمنى انه باقي الزملاء يشعروا بنفس الشعور ده. وشكرا جزيلا.